Massive. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من حلقات برنامج جوسيب. وكما العاده في جوسيب يوسف اوزيلان، مساء الخير. مساء النور ابتسام. سارة عزمي، مساء الخير لزامي، توحشكم. صحنا. مساء الخير، شخباركم؟ صافا الحمد لله، حنا مرارتي مزيان. بقى شاده. حيدتكم المرارة. بقى شاده. صافي. دابا اعضاء اخرى. انا حيدتكم المرارة دابا، ما بقاش عندي مشكل. اللي بغى يقول شي حاجة يقولها، ما كاينش عندي شي. كيفاش بغيتي حاجة يقولوك الدنيا انا ها؟ شكون كيقول بزاف؟ انا اللي كتحرشني. انا؟ عطيني دي بخوف. انا معاك. شكون كاين؟ وانا مسكيناني، انا خصني نخيل. لا، واحد الحاجه خاصكم تعرفوها، قلت لكم ساره تقدر تمشي للبنكه ياك. انا عندكم واحد ديسكوسيون بريفي. تمشي للبنكه ديسكوسيون بريفي كانت وقعت. قلت لك لا، ما قلتي ما كرهتش، قلتي تقدر تمشي للبنكه في اي لحظه. في اي لحظه. وطلب جوج المليار. خمسه قالت لك. حتى لخمسه المليار. من جوج المليار حتى لخمسه المليار. اي بنكه تعطيها لها. وكريدي ويعطيوها لك. ما عندك لا كراطي. حتى شي حاجه. كارانتي غادي معاك خاوي ندير قرعه المناظره وتقول لها هو الكارانتي. صافي عطوك الفلوس وتجي في حالك. وهي متاكده. بكل ثقه. وباقي دابا متاكده، حتى شي باقي دابا متاكده. وقالوا له الحاح. لا لا، وقالت لك لا 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 لا، المهم عندما تخلصهم. وبنادم بنادم كابر الجويه كتبغي تعطيني 10000 ريال ياك. ما كيبغيش، كيخاف ما ترجعهاش لي. البنك تعطيك 5 مليار. ايوا. بحكتي لك غرقوني. ودابا كون مشيتو دابا تخيل يسمعوني دابا ويقولوا احنا حنا غنشوفوا غنشوفوا الهضره ديال ابتسام وغادي نقابحوك وغنعطيوها. ملي غترجعها دابا هي تلح الحاحا. قالت لك غنجوج ملياردير. شفتوني شفت ملياردير. قالت غنجوج ملياردير. كان بوسيبل واحد بنت ولا ولد. دويتي غير بصيغه اش كيقول لها هذيك، اش كتسمى؟ بصيغه الغائب. الغائب اللي هي هي زعما المستتر. المستتر. المستتر تقدروا هي. فهمتي؟ سالينا بالملياردير بقات هي ديما في الملاير، حيدات غير الشخص. هاد البنت عرفت شكون كتكون طويه هاد الايامات، كدوي غير بالمليار. ملياردير ناخذ مليار، كدوي غير بالمليار. انا نشرح لك دابا، هي قالت لك مره بغات، هي بغات تاخذ ملياردير. ان شاء الله يا ربي تسلم. داكشي اللي كتبداو لها حنايا. دابا انا بغيت ناخذ ملياردير. دابا خليك دابا كندوي. الله يسمح لكم. دابا دابا جا ملياردير كتقولي لي لا. عفاكم لا سيكونس ديال ديك المره وشوفوا واش انا بغيت ناخذ مليار. لا، وكندويت على ديك القضيه ديال ممكن ان بنت ماشي ملياردير تاخذ ملياردير. ضمير مستتر تقديره صار. فهمتي؟ غوسيب ماشي مشكل. نديرو برنامج غوسيب. قلتي ليها انت بكل حكمه وبكل تواضع بالله، لا بغيتي تاخذي ملياردير غتكوني مليارديره. اش قالت؟ نمشي ناخذ كريدي ولا ملايريه؟ ناخذ ملايريه. الملايريه يخلص الكريدي. انت فهمت. كان غيرها اشطر. فوالا فهمتي. راه مشيتي سيمانه يدعي تفكر. سيمانه. جاتنا بالجواب المقنع. واللي لا نقاش فيه. لا، داكشي اللي قلتي لا تبعات ولا كتسمح لا تروح. لا لا، 5 مليار، 5 مليار ديال البنكه هذا لا يعني انك ملياردير. ملياردير عندك مليار، 5 مليار كريدي. ما قالت دابا 5 مليار، ما قالتش، قالت لي 5 مليار تبدا بها عاد. قالت لي 5 مليار بغات تبدا بها البروجي. ان شاء الله. كيفاش نبدا البروجي؟ اي بلا ما بغيتوش هي الخير. دابا هي 5 مليار. بيان سور بغينا الخير. بيان سور بغينا الخير. غير دابا حنا كنشربوا معانا وجيو ديروا كارونتي اون ليتر دو ريكومونداسيون. طيب كون راه فمي ما كيقولش قاو. ديروا شي ليتر دو ريكومونداسيون حطها في الملف ديال البنكه. سارة عزمي هادي. شوفي واحد الحاجة، إلا كنتي طايحة في استراتيجية واعرة قوليها في البرنامج باش الناس يستافدوا. الناس كلهم يستافدوا. مازال تقاسموا مع الناس. مازال والله حتى مازال. ولكن جات قالت لنا شنو هو البروجي. سمحوا لي أنا ما كنخبي والو. قول لنا أنت. حنا زعما صريحة. حتى أنا ما عنديش مشكل. صريحة. بغيتي نعاونك زيد. قالت لنا شنو هو البروجي اللي غادي ندير ب 5 المليار ياك. أنا وخويا يوسف. لا ماشي ب 20 مليون. قلت لها من بعد خذ لها مليار. قلت 20 مليون في الأول. هي واش قالت لك ب 20 مليون؟ قالت لك زعما قال لي ديري فراند الخبز. بغيت تحط كل شيء. تحط كل شيء. ما عندناش المشكل. ما عندناش احسن مشكل. قال لي فراند خبز سي تري بون ايدي. فكرت فيها سي تري بون ايدي. فراند خبز حيت الخبز راه ما عمرو يكي دي موضه. اكزاكتومون. مي تخرج خبز زوين وفوالا. قال لي ياك عارف حتى هو ماكينه الخبز ديالك. بيان سور سي ان بو مون دومين. قلت لي دابا. باسكو جو ان تريتور دونك جو مي كوني في هادشي. وكندي ان سالون دو تي دونك جو عارف. كيعطيني فكره اخرى. هضرنا على واحد الموضوع اخر ديال الملايير نقدروا نجبدوه دابا ما عنديش المشكل. كيفاش لا بلاش؟ كنقولوا كل شيء لا بلاش.
هي مالها هي بغات دير المشروع ديال 20 مليون باش تعطيه ضمان للبنكه باش البنكه تعطي 5 مليار. شوفوا هي غاده فهمتي. قولوا لنا قولي لنا من بعد شويه قولوا لهم علاش بنا ملاير. لا بلا بلا لا قولي لا بلا عارفين الناس انا غنقول الوغ نبدا انت اللي كتحكمي البرنامج ولا ما تقدرش مازال ما سخنت بلاصتي قولي لي واش نقولها عطيني الفيفيغ تفضلي يلا قلنا تقريبا نفهموا علاش الناس فهم لا مازال فهمتوا الحلقه الجايه نكملوا مي ان توكا 5 المليار مليار مليار الا طلبتيها لابونك وعطاتها ليك الا وباغا فيك العذاب الاليم العذاب الاليم هادشي غادي يعطيو 5 مليار كتعرفيهم انا عطوني 5 مليار مع كونطرا من قتلوني دار 5 سنين الكريدير ما كيعطيوكش فاش كتاخذ 5 مليار ونقولوا تا 40 مليون راه ما سي با ان دون راه كتخلصي حياتك كامله وانت كتخلصي ايوا ولكن 5 مليار منين عارفين ونعطيكم واحد ونعطيكم 5 مليار هما منين عارفينك غتخلصيها ونعطيكم واحد السكوب ما عمرني راه قربت نقفل 40 عام ديتي كريدي خديت كريدي في حياتي حتى انا عمري ما خديت كريدي مع دونك انا نطلبو نطلبو جمعاكم كريدي انا هي الكافره فيكم انا هي ولاد الريبا لا ماشي ما كانش ضريبه دابا دوك ما بقاش الريبا دوك ما بقاش عندك لو شوا انا علاش ما خديتوش باسكو ما عنديش من رومبورسي تو سامبل واحد اللي خديته ما رومبورسي كيفاش غنصفي ابو زعبان عيد عليك العين اخويا يوسف والله ما عمرني خديت كريدي 5 مليار بحال باش ترجعها انت بعدا زديتها سيمانة كاع وترجع تعطلت على البنك انت ما درت مليار كل نهار هذا يخسر يخسر الشهر ما عامش انا وسارة صاحبتي غادي نشارك بعدا قلتها شوف قلتها لك الحساب انا صورت الدرهم من عند البنكة انا هانتا ملي بديت نسمع او كورون سفيني وغنوجه واحد الميساج لجميع الابناك المغربية غنمشي نلقى موان والبنك المغرب هاد السيد راه ما عندهاش من ترجع حتى 10 مليون انا نقول لكم انا ما نبغيوش نمشيو في حاجة خايبة لا جامي شوف عمر اذا جات عندكم اي كونسي ولا شي واحد تعدو سارة وبعث لك الوهم راه المرارة يلا باغا تبيع الخبز ومالو الخبز مالو يلا بغا نجي الخبزه ونشوف لا فيريتي لا لا سويون زعما بلاك ابار ما عمري درت كريدي وجامي في حياتي ما فكرت نعيش في هذاك لو سيغ لوكس ما عمرني ما دي طوموبيل كنشتي الشعب ما عمري فكرت لو سيغ لوكس سيتي ان سوجي اللي ما عندوش ما ينزاموش سيتي ان سوجي دوموندي باسكو جبنا واحد السوجي اون باراليل ولكن زعما مشيت للبنك نقول لها عطيني تا جو بونس كو ما كونسيير دابا راه تكون كتفرج فينا دايور ما عمرني مشيت عندها وقلت لها جو فو ان كريدي ولا جو فو ان جامي ما درت ان كريدي في حياتي كيخلعني باسكو ديجا الحياه صعيبه بوغ جيري ان كريدي واخا يكون كو دو 20 000 درهم في هذا الوقت افيك لي شارج كو تو ا دي زانفون ليكول لوايي جو با فول انا نمشي نطلب 5 مليار واخا نمشي نطلب مليار القى البنك ولات محلابه غتشوف تولي محلابه دونك الكريدي صعيب ما جاش واحد ياخذ كريدي الا وعارض ما فوالا كاينين دي نورم وكاينين في السيستيم بونكير كيشوفوا على حسب شحال كتشدي على حسب شحال كتخري على حسب لي بارتي ديالك وداك الشيء كيعطيوك ليشيل ديالك بين كوني لو مي 5 المليار 5 المليار بعد في خبارك تكون عندي 5 المليار دابا اول حاجه نشدكم بجوج نمشيو نسافر فرنسا باغا نسافر نضحك عطيني غير حقي فلوس نسافر عطيني فلوس انا لا 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 ما كاين هكا باغي نمشي نسافر بي انا وراجلي عطيني اه وي كان هذاك الشيء شكرا زاموك هذاك بليس صافي شكرا هو عطيني اللي باغي بغيتي في دير ساكا الا كان عندك فلوس بغي نهضر هذا موضوع كيدير راسي ندير راس جديد علاش راسك زوين طيب بالتاك مي نو سي فري كديرونجيك البانيير با دي تو نو فوالا اش غادي دير اش غنبغي ندير نبغي نسافر صراحه نسافر شوبين آه الله يسامح في شوقي قاعدني غير فلوس انا ندبر راسي بهم صافي فين غادي شاد لا هي قالت حيت الا ما قلتيش الا ما قلتيش اش غدير ما غتعطيكش اش غدير مسيو لا مي سي مسيو بيان نعرفوا لو بيرسونيل دو شاك انيماتور شنو شنو ديري سافرتي جو بونس شنو ديري شنو سافر بلاصه ما عمري ما سافرتي لها سي كوي ديستيناسيون اون ديستيناسيون ودابا ما عرفتيش ربي اش مخدم تمشي للحاجب والله ما يعقل كنبدا عظامي واحد الله دابا واحد راه واحد مع المره راه يمشي كنبدا عظيمات والله العظيم بخير وتخرج تلقاي داك مولي عرفتي كروسه ديال التحريره حدا هكا حدا هذاك من الريب بزاف ديال الحريره الشوارع ما جبتي خونا الشوارع ما جبتي كتنقزي الشوارع زعما ديال الحريره ديال الراي لا جا هو من ورا الشوارع عاد
حط لك ميطواج الفوق اللي على الشانطي لا لا لونتري زعما انا نعجبك المهم حبس هذا الموضوع ديال الملاير ونمشيو نشوفوا السوميرشي غنشوفوا في هذه الحلقه في هذه الحلقه غادي ندويو على المشكل اللي وقع في حفل الموسيقار اللبناني مروان خوري وغادي نشوفو كذلك رأي فريق غوسيب على خبر حفل الفنانة نوى الكويتية في المتأخر والكتكار ديالنا في هذه الحلقة هو زيادة 1000 درهم من أجور الموظفين في جميع القطاعات الأمومية خليكم معنا وما تزابيوش نبدأ بأول فقرة واللي هي أشتاري واشتاري اول حاجه غنبداو بها هو البارح يوم الاربعاء اشنو كان لو برومي مي عيد الشغل فاتح معايا عيد الشغل عيد الشغل والعيد ديال الناس اللي خدامين ياك اللي حيت حنا منهم ايه نورمال اش كنديروا هنا كنشتغلوا راه خدمه هادشي بيان سور عيد ديال الناس اللي خدامين هو عيد الحق ديال الناس اللي خدامين بغيت نسول يوسف عاودي على شي خدمه خدمتيها كنتي كتموت عليها وشي خدمه خدمتها كنتي كتكرهها خدمة خدمتها كنت كنمثل ما عمرني خدمت شي خدمة كنت كنكرها يمكن ملي كنخدم مع الوالد ديالي كنت كندير مع الوالد ديالي الكوميرس كنت شويه كنكرهها فهمتي كان الوالد قبيح وداك الشيء كنت شويه كنكره هذيك الخدمة مي سينو الخدمة اللي كنت كنموت عليها هي ملي كتخدم عند تريتور دونك تاع ليفينمونسيال وداك الشيء تحرك وادخل لديور با في المغرب ولي زيفينمون واعيني شوفي ملي كانوا لي زيفينمون بيان سور سنة غنقول لها سنة غنقول لك ديك الحكا كانت عندها عام دونك نقول سنة ولا بلاش تفضل نقول شحال كان عندك 1997 كنت كنشتغل مع واحد تري كرون تريتور في المغرب و على ليبوك كنا الشوكولات كيجي من بلجيكا 12 عام صح 12 عام قبل ولا بعد الميلاد؟ ولا 12 عام واخا المهم انت انا قررت نتصالح مع السن ديالي نعم قررت نتصالح مع هذا المسألة تصالحي معاه تصالح سنوية صافي صافي شحال كانت عندك في 97؟ 12 عام انت تصالحت توا اما كنا مخاصمين كنا كعامين واو واو قلت لك كان باقي كنعقل بحال اليوم كان شوكولات كيجي من بلجيكا ولا بيرميه كانوا كيمشيو للمطار كيجيبوه وكان سومون على ليبوك ما كانش كيكون في المغرب بزاف كان كيجي توا في الطياره في دي بواط اون بوليستير يعني جي ترافي ان تري كرون تريتور ومشيت لي بلو كرون زيفينمون قلت لك ليبوك اللي ما كان لا ستوريات لا يديك لا يخليك لا اتشي ما في فريمون باش تدخل ان ايفينمون بحال هذاك خاصك تكون واحد النهار لقيت واحد لعيبه كانوا في واحد لوتيل ان كرون اوتيل في شارع الجيش الملكي كان ان ايفينمون وانا ما خدامش ذاك النهار وانا عارف ليفينمون واعر وخاصني نمشي ليه هزيت كارت فيزيت ديال شاف كويزيني ديالنا كان سميتو لوي ان فرونسي خليتها طنطن ليفينمون وتقاد مشيت للدار انا دوشت وتقاديت لبس حويجاتي خارج مرر قلت حدا ليفينمون داكشي بلا ليست فوزيت وي سوغ لا ليست قلت نو سوي شاف كويزيني قلت ما بلي دورجونس ان بروبليم في لا كويزين قلت يا وي وانا عطيتها لك قوالب من شحال هذيك كنت عطيتها لك حق الله العظيم عطيتها لك عطيتها لك قلت لي زيري 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 هبطوني لي زاجون سكيورتي تلت عرفتي ملي وقفت على البيرسون اللي خدامين معانا غوتو وحده باسكو سيتي تخو سيكيوريزي مستحيل ندخل ولوي شاف كويزيني الحقيقي راه كاين داخل واو كيدور لو باترون تلقاني واقف كنجمع مع الدراري شدي من هنا قال لي جوفي با توفو انا دخل لاسواغي سير قال لي لاسواغي حيه حش طاح مع راسك كله شرب قال لي بغيتي ما تقلش مع البيرسونال ما تخليهمش يخدموا صافي دوز لاسواغي خطير انت من ديت بحال هكا كيفاش من ديت قلتي مع البيرسونال ما يخدموش لا بكري دابا لا ما بقيتش قلت الواعر كندير حلقه كنخلي الدراري يخلوني في دابا وجلس انا مجمع وحق الله قولوا لي شتو هذا اش دار شتو هذاك كا 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 والخدمه ما غاداش لا خاص الناس يعرفوا ان باش نبداو غوسيب راه كاين واحد الساعه ديال كنت 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 بيان سور عاد كنبداو غوسيب دونك هذه ديال الخدمه اللي ساعه ساعه قهيوه ساعه ساعه تجمع اكزاكتومون ديال الخدمه اللي زعما اللي كانت كتعجبني بزاف واللي وراتني بزاف د الحوايج وبها جافي بري بوكو دو بوا باسكو كان لاب وحدنا كيصايب الحلوه والملفي وداك الشيء ما نقولش وسي لا جي كوني لا كويزين كاشير وسي ديال لي جويف ماروكان سي لا جي كوني لا كويزين كاشير كومون سا سباس كيفاش لو رابار سو جي باش هذا على الماكله باش تكون كاشير اي تو دونك جي ابري بوكو 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 دو شوز بوكو دو شوز فوالا هادشي اللي كاين وكنقول دومين زوين لا دومين زوين شنو هو الشخص اللي كان عزيز عليك في ديك الخدمه مون باترون ليونيل ايتي ماري افيك اون فيل ماروكان باقي في الحياه هما اللي عندهم ما بغيتش نقول سميت لا مارك تفضل نقول نقدر هما هما اللي كابي هو مول كابي ليونيل ايتي ماري اون ماروكان رجاء بنت الرباط وتلاقيتو في اون تري كروند سواري من بعد سنين شي 20 عام دازت مي لا جيتي انفيتي اوفيسيالمون هو القانون يقول لي اه ويقول لي
mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, moi, je pense que tu es ben, moi, je suis invité. Ou d'abord, j'ai déjà l'autre. دوك حسن هو اللي عزيز عليا حسن هو اللي عزيز عليا سارة ألوغ جو بونس غادي يكون شي صداع غادي تجبد ديلا قلت الميتي اللي ما حملتش ديزولي بور الناس اللي خدامين فيه دابا مي كاين ان ديتاي اللي غادي يدير لا ديفيرونس هو سونتر دابيل خدمت في سونتر دابيل اي سورتو لي ميسيون ستادير كو خاصك تعيط فرنسا ولا برا باش تبيع شي حاجه Et bien sûr, Philou, fait chez l'Abdaou, les sons d'appel, c'est des métiers de saison. Uh-huh. Métiers de saison. En même temps, les études. Donc, voilà, pour l'argent de poche, on crée des objectifs. Mm. Et beaucoup de licenciements, parce que moi, je cherche les objectifs, alors que tu as une formation où il y a l'Abdaou, donc il y a beaucoup de licenciements. Mm. Donc, c'est comme chez Bzz. Et c'est vrai que c'est un domaine qui fait stress, Bzz. C'est pour ça que je le cite aujourd'hui. Bzz, j'ai une question, le stress des centres d'appel. Et surtout les commerciaux qui déroulent l'émission, c'est-à-dire qui aillent pour démarcher les clients. La réception, il y a fait le stress, mais la réception, au moins, c'est lui qui a besoin de toi. Donc, il a besoin de toi, mais l'émission fait les objectifs, fait vraiment, il y a un harcèlement incroyable. Donc, c'était une expérience, les marques. Le petit féa, la vérité, petit féa. Des fois, petit féa, où j'étais encore jeune. Ou bien sûr, le domaine laitier, je pense que tu le connais, c'est la radio. Et c'est surtout la matinale. Mm-hmm. La matinale, c'était les meilleurs moments, les 12. Quand tu fermes à 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 17, 17, parfois, j'ai le fou rire. Les ouïes, oui. J'ai le fou rire au soir. Et c'est... Je pense que c'est un match féminin. C'est frais. On a fait un tournage, un tournage où j'ai mis à 7, 7, 8, 9, 10. Avec l'ambiance. Où les gens, on a mis à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, exactement. Oui, c'est beau. C'est exactement ça. Bien sûr, la musique, la scène. Dès que l'on a fait un travail, une passion. Tant que je l'ai fait, je l'ai fait. Et dernièrement, je l'ai fait un travail, je l'ai fait en parallèle. Je l'ai fait un travail. Ah, c'est bien ça. Juste pour l'expérience et pour l'expérience pour arrondir le mois. C'est bien. Ou l'expérience, c'est vrai. Ou l'expérience. Ou bon, une série brésilienne francophone. Donc tu me dis. C'est bien. Ou moi quand j'ai travaillé en effet, on dit que le qui rapidement, route ou d'arrondir, tu vois, quand tu voulais une chose, je suis dans une salle qui est dame. C'est difficile, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Alhamdoulilah, j'étais bien notée dès que je suis désolée. Moi, qu'est-ce que tu dirais, pardon, qu'est-ce que tu dirais, parce que tu connais quelqu'un qui t'a forgé ou un script qui a carré. Un écran qui a tout la scène. Il y a la personne, tu as le personnage d'elle, que maintenant, je dis n'importe quoi, je dis Dolores, ça n'existe pas, mais je l'ai raconté ça avant. Dolores. Ou كتبقى لي تيكست مكتوبه دولوريس اي الريبليك ديالها اش غتقول كتشوف لا سين كتقرا بحال ليبستينغ بحال غادي دير التيك توك وكتشوف tu compares sa fille كتعرف فوقاش كتشوف فوقاش هذا اي لا tu fais كتقول لك اوكي اكشن كدوز كتكتب كي كانت كتعصب كانت كتغوت tu dois parler le micro كان انت هي bien sûr et c'est très agréable c'est agréable mais c'est difficile c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile parfois كان انا كنقول لي ما عجبتنيش نقدر نعاود ندير bien sûr je me auto critique c'est bien donc اكتشفت هاد القضيه هادي et c'est une très belle expérience زعما نبغي الناس Et très bien. Alors, Lionel, je vais parler, je pense, la même chose que Sarah. La chose, c'est que tu as un appel.
داكور سي با فاسيل باش اي واحد كيدير او كوتشي ديال العوان الله يحسن العوان محنن بزاف اي حاجه كيشطوا راه حلال راه سي سي تري تري سون جادرو باستحقاق في بيتيت بوزيت دو ريان واحد اوبجيكتيف اللي انت اصلا ما عرفتش اسكو توصل ليه في الخيال داك الاوبجيكتيف على حساب لوطر شنو غادي يقول في المجهول et le travail que j'ai adoré c'était la radio le morning le morning ouais et je trouve que le morning اللي ما داروش ما يعرفش بحقه راه يجيك في الاول كيخلع في الاول حيت الساعه 6 الصباح داك الاحساس تاع تفيقي قبل من الناس وتفيقي الناس قبل الناس وتفيقي الناس والشتا سورتو يبات البرد والشتا الناس الناس اللي فاش كيطلعوا في الطوموبيل وكيخدموا الراديو وما كيلقاوش كاينك كيجيو يسولوا لك سور فيسبوك سور انترنيت تيماجين سي 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 اه سي ماجيك et la radio je pense que la radio quand même عندها واحد la magie c'est la radio j'ai l'impression que c'est toi personnellement je me disais aussi pour mais c'est بزاف le concept télé quand même on n'est pas la télé c'est quand même tu as عندك شنو تقول عندك كونديكتور ديالك tu es assez carré par rapport à ce que tu vas dire les éléments les radios le temps محسوب la radio là la radio tu es un peu plus toi même c'est vraiment c'est du direct la personne c'est du direct c'est on peut dire c'est comme c'est comme بحال l'improvisation c'est l'impro il y a beaucoup de répartie les matchs répartis la même répartie match impossible surtout la radio fait la durée مثلا 3 heures par chaque jour 3 heures chaque jour ماشي بحال برنامج هبدومادير c'est quand même c'est toi انت واش عندك l'endurance ديال هادشي بزاف كيف شحال صعيب تكون انيماتور راديو ناجح نقدر انا نجي في الراديو شكون انت في الراديو شكون بغيجي انت تقدر دير ايميسيون ديال 7 ل 9 خاصنا نديرو ندير واحد تيست مع عماد قطبي وي افيك بليز ونوجه لي النداء نديرو تيست مع عماد قطبي عماد عماد عافاك الله يرحمه نديرو ان تيست نديرو غوسيب راديو معاه ونديرو معاه ليميسيون ديالته كامله واحد 2 اور نشوفو اسكو سافا دوني يوسف في الراديو نعطيو واحد فكره زوينه نعطيو اون نوت فكره زوينه نشوفو واش يستحق ولا لا يخدم واش يستحق المشاهده ولا لا الوغ في اطار عيد الشغل جو سي با واش شفتو بزاف ديال لي ستوري كيخرجوا بزاف ديال لي تيمواني على واحد لا سال دو سبور وي في المغرب معروفه ما غاديش نقولوا السميه ديالتها باسكو بون ماشي من حقنا كاين بزاف كدير لي بروموسيون بزاف كدير لي بروموسيون بزاف العام كله اييه وهي راه ماشي بروموسيون داك الثمن تقدر تخلص عام وتاخذ عام فابور عندي عزيز عليك انا كنت فيها صراحه خلصت عام وخديت عام فابور وعادي ديت معاك شي حد اخر كتبقي لي شي حد كيزيدك عام فابور ضربت 3 سنين ومعرت عامين فابور ها وفي الاخر مشيتي وخرج بوز اللوم لا كنت كنمشي وحق الله كنت مواظب خرجت بزاف جاني سياتيك معاه فهمتي جهلت شي ما كتحب لي راسي فهمتي لا ولي عندو لوكور ديال 18 طون بدرهاري شي فابور اش كيدير خرج مكتف محلول ورجل معطوبه وحق الله ما كانش المونيتور اللي غادي يعاونك سي كاين المونيتور ولكن المونيتور اللي كانوا زعما الله يحسن العوان مونيتور ما قارش في جوا دونك كان مونيتور لي ماشين كنسمع لي ماشين بزاف 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 كنمشي 8 الصباح كتلقاني في لاصال حق الله العظيم مي تو لي جور مانيفيك كنتو كهاد لاصال اللي نتايا جاك فيها بوزلوم بزاف ديال لي تيمواناج خرجوا كونتخ لو باترون ديالها وي اللي بزاف ديال الموظفين سوا نو ليكيب بوسي بون ايتي تاغي سور بليزيور فيديو وي قاصحه بزاف الى غير مقبوله في غير انسانيه كاع نقدروا نقولوا ماشي مهنيه نهائيا لان هاد الناس ملي كانوا كيغيكلام لي سالير ديالهم اولا شي حاجه ملي كانوا كيشوفوا لو ديريكتور اللي هو لو باترون كان دي زارسيلمون بلاصه بال بال دابري لي دير وبزاف الحوايج الناس كتضرب في خدمه جو بونس با كحنا باقيين في هاد الجيل ديالنا حنا باقي مازال الناس كتاكل العصا في الخدمه ولا كتضرب دابا المشكل كتضرب كونش دابا هذه المشكل كتضرب واحد قد هولاكو فهمتش انايا ورا الباترون عاد واحد يدير كونش مسكين بحال تكون راه الباترون ديالك تخاف منه تقول يلاه خويا ضرب هاد راسك بعدتي كاع باش نيك باش تخلص بيان سور سي مالوغو في 2024 باسكو كاين دي باترون اللي كياخذوا الواحد من جهه ان عنده اسره عنده دي شارج فوالا كاين عنده دي كريدي دايوغ تقدر تهضر على الكريدي عنده دي كريدي عنده الكرا عنده الله يحسن العوان عنده غايقول لك الله يعاونو غادي يخبط الباب ديالو باش غادي يخلص لي شارج ديالو لي كول تاع ولادو لا وسورتو ملي كيكون انسان ضرب معاك عامين ثلاث سنين 10 سنين ديال الخدمه دونك ما يمكنش حيت هما ماذا بهم دير ليه ضرب تاع السوفي غتصيفطو في حالو ماذا بك انه يخرج في حالو
باش ما تعطيش فوالا باش دير ابونمون بوت باش ما تخلصش ليه هذا ديالو المستحقات ديالو. فكنظن ان القضيه خصها تشاف بعين الاعتبار. واش هاد الناس ما قدموش شكايات في هذا الشخص؟ ما كاينش شكايات تقدمات. ايوا اسمح لي ايوا باغ كونط واحد لا تيك توك توز خرجات ما غاديش باسيتي لو نون ديالها جو بونس كو شفتوها كاينه في فرنسا. جو لا دور ديك سي تاع انا جو لا دور جو لا تروف تري كلاس تري كلاس اي عرفاش كتقول اي شعبيه لا نقولوا سميتها تاتا هالا فوالا تاتا هالا جو لا دور قلت ما بغيتش جو با سيتي اون بيرسون ني جي با ما عرفتش ما علاش ما فيها باس داكور انا فين دويت معاها الملايري ديما تيخافوا شكون سميات دابا خاف شكون يخاف يقول سميات خايف الملايري انتوما الملايريين دابا انتوما انتوما الدوماليين الناس ديال الملاير الملايريين صافي مشات عليا ملايريه المهم سارة الملاير سكرين شوت شوف هاد التصويره هادي سارة الملاير سارة الملاير دابا بدات كتصور حتى في البنكة ديال المونتين خمسة موا انت يا خمسة موا خمسة موا كتعرفي على التاتا هالا اني جوست كتجي لا دور انا جلا دور كنتبعها بزاف تشوف لي فيديو ديالها يصيفط تاكاون صيفطوا لي لي فيديو ديالها باسكو تيلمون بيان اكسبليكي سو كي سباس دابخي حتى هي عندها ابارمون عندها دي بروف وي بيان سور عندها كلشي مكتوب عندها لي زوديو عندها التصاور عندها لي زيميل على لي زيميل صيفط لها ايميل قال لكم كوارا فوالا هذا ما خافتش فوالا ايتي تري فورت جي بور بور ايل وخا هكاك لا لا فيريتي لا شوفي tu parles de quelqu'un ياك لي عندك انت لي بروف ديالو داكوغ كديري اجراءات ديالك واش توي كونسيرني دابور واش انت خدمتي في الخدمه توي كونسيرني سينو هي سي لما داش عليها هي وما كانش با في لو سوجي اون هي كونسيرني elle doit convaincre الناس اللي عيطوا ليها حيت باسكو هي عندها لي فيو عندها لي فولوور باش يمشيو هما يديروا بلانت ما يخافوش من لا بلانت هنا نقول لك وي مي هي جو سي با دايوغ داكشي اللي كنقول واش هاد البنت واش فايت خدمات فهاد لاسال واش فايت عاشت حيت تيلمون كتهضر بواحد الحرقه تنقول واش حتى هي الف بارتي دي فيكتيم دو سكي سي باسي شتا كي كدوي شتا كي كدوي راه كدوي حرقه على ولاد بلادها باش تجيب واحد عندك شي قصره على المغاربه سي نورمال على ولاد بلادك دونك سي لي با كونسيرني وعندك دي بروف سوا كديري لو كوليكتيف اللي هما كونسيرني هما اللي خصهم لا بلانت خاصها دار من عند سولوي اللي عاش داكشي اي كو ما تحطش هي حتى حاجه الا ما مدام اكس ومسيو اكس هما اللي غيكونوا اون سيناتور دو بلانت شنو ما حطات والو هي كتقول فوالا لا هي قالت مي ماف جي دي بروف جي كلشي على لا بيان سور ما حطاتهمش و جو بونس خليهم شي لهم لي عوزه ما عندناش ما تخمناش تخاف يا با بروبليم جيسبر انا عرفتي يا با بروبليم Elle vient en France, elle est française, madame. Elle est française, madame. La française, elle est française. Non, parce qu'elle a cité le nom de la personne. Ou le nom, ou le. La cité le nom, parce qu'elle a des preuves pour deux. Oui, bien sûr. Donc, elle a fait des informations. Elle a fait la mail. Elle a fait la France, elle a fait la mail. Donc, elle a fait la mail. C'est vrai que France, c'est gilette ou de clé preuve qui est 12 ans. Qui est 12 ans. دونك خاف زعما توصل ديك الدرجه انك يدير على شي بلانت هنا هنا وتبغي تجي للمغرب لا 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 عرفتي داك ما يمكنش دير بلانت على الناس وانت عندك هذه لي بلانت ولكن علاش ما عمرو ما نتحاسب من الناس اش كتكون الناس يزون بخوا واش الناس واش قال لك هو دابا عنده بزاف ديال البلانت غيكون عنده بزاف ديال البلانت باش على الموظفين شكون كنت على لي فورنيسور على لي جون سون بابيي بزاف ديال الموظفين ما خديش الاس تي سي شوف بزاف ديال الحوايج غيكون عنده غيكون فورسيمون بوغ هارسيلمون harcèlement c'est pire hein, que la, la, parce que le STC ou le flous ça dérange je veux dire le flous mais quand il s'agit d'harcèlement physique ou de la catchouli ma kache qui est un crime attention oui les patrons rien tout l'inta tu te crois tout permis tu m'as rendu dans le sac je te fais liberté je compte fait dernier hadi ou bien j'ai fait من دابا عام ولا عامين شنو غتولي لي تشد واحد تبردو جوست باسكو انت عارف بلي هو ما عندوش فين يمشي وعندو دي شارج وتمارس على جميع انواع العنف النفسي والعنف اللفظي وتمردو في حياته ودير ديبرسيون ويمشي عند الطبيب وكنبدا ملي ولا فريمون مريض وكنبدا ملي صافي ما بقاش قادر يخدم في خدمه اخرى منين جاك هذا الجبروت هذا واش ما عارفش بلي الدنيا اليوم انت فيها مدير
غدا ما عرفتش شنو تقدر تقول. لا واحد الشيء كتقولي انت يوم انت مدير كتقولي دي جون كرويون كيامنوا كيخافوا من الله. لا الدنيا دواره ما ما كيامنش كل الناس ما كيامنش بلا ربي ما عارفين الكارما حتى ما عندهم الكارما. لا كاين اللي ما عارفش الكارما هذا النوع ديال الناس وكاين ماشي غير هو ما كاينش غير هو كاينين بزاف كاينين بزاف الناس حنا عندنا بالتسبيح في اليد وجلابه وتسكت شوفها كتكون عندها خدامه كدوز عليها العذاب المرير. سي دي جون كي سون مالاد كيعيشوا بلا سوفرونس ديال الناس وحدين اخرين. كتلقى مثلا ربات بيت عندها واحد السيده مساعده بيت عندها ما عندهاش الروبو ما كتخلصهاش كتهددها كتقول انا راجل كنخدم في بوست فلان فلاني ولا انا كنخدم في بوست فلان فلاني ولا انا كنعرف تيل بيرسون غادي نغبرك غادي ندير لك غادي نفعل لك الحقره. وكتلقى السيده ضربه عده سنوات ضايع تحق من الحقوق لان حتى الا كانت عندك مساعده في البيت راه مساعده في البيت راه عندها ديزوغيغ ديال الخدمه ماشي حيت مساعده البيت وعايشه معاك في البيت غتنوض تشفت مع ثلاثة الصباح طرطق لي صباع رجليا. كان واحد المخرج الله يرحمه مات كان عنده واحد الدري خدام عنده مع ثلاثة الصباح كان عنده جوج جايبهم واحد كي واحد كيفلي ليه راسو وحق الله العظيم واحد كان طرطق لي صباع رجليه ملي كنسال صباع رجليه كيقول لي نغسل ايديك بلا الكل وجاي نقل لي البيستاج مع ربعة الصباح. هذا مخرج سينمائي يعني اللي خصو يكون انسان ايمائي كان حمق الله يرحمه مسكرا مات كان حمق كان زن دونك هاد الاستغلال كاين كاين كاينش هادشي كاين الناس كيستغلوا مثلا مساعدة بيت كتلقاها كتخدم كتفيق مع الساعه الصباح كتفيق مع الدراري كديهم المدرسه كتفطرهم كتجي كدير فطور ديال مرات الدار بيان سور من الدار ما باغاش المسمن ديال الزنقه باغ المسمن ديال الدار حيت صافي عندك مساعده في البيت دونك خصها هي اللي دير كلشي اي حاجه الماكينه الصابون ما خصهاش تخدم لان عندك مساعده خصها تصب بيديها هذا لافيسيل ما يخدمش عندك مساعده خصها تغسل بيديها ولان هذيك السيده ما كيخلصوهاش ما كتخلصش كتهددها كتقول لها تخرجي من عندي نقول لها مش فراتني ودارتي وفعلتي هذيك كلمه كتخلص انا عندي البوفوار انا 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 دونك انت تجينيراليزي لو سوجي اللي هضرنا عليه ديال كله شغل شوف كله شغل استغلال الاطفال القاصرين في الخدمه كتلقى خدام عند ميكانيسيان عند تورنور خدام عند سيكليس خدام في جافيل في المنقاطع كتلقى بزاف 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 كاين بزاف عمل ديال الخياطه كيصوب واحد الاستغلال خطير في كل شيء طول ديما لي دومين في لي باتيسري كتجي مع الخمسه الصباح وتخرجي حتى سبعه العشيه سالي من لابو ديال العجينه دوزي لافون سالي من لافون دوزي الجفاف مسحي الدجاج لي فوندوز في لي بوتيك غسلي لها الطوموبيل تاع مولات المحل كاين واحد الاستغلال خطير سي فري كاين واحد الاستغلال خطير اون بارلو با باسكو الناس كيخافوا ولان الناس كيقولوا كيقول لك انا هذه الخدمه كنعيش منها اللي خرج منها انا كاين 20000 واحد كيتسناها وشونس كي فري وانت ملي كتكون خدامه مثلا بحال مثلا في هذا الكلوب اولا في شي حاجه كيكونوا الناس مجموعين كيقول لك غنديروا ليه غنفعلوا ليه غدا كل ما غنجيوش غدا ما غنجيو كيبيعوك العجل انت الغدي ما كتجيش هما كلهم كيجيو كيقول لك فلان هو اللي قال فهمتي كيديروا بيعملوا رباطيه كيبيعوك العجل سكون ابل كيكون في فمك الشوك كاين بزاف 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 هاد الحاله دونك ديكلونشي هاد المساله ديال هاد لاصال دو سبور ولكن بحال راه كاينين بزاف في الوظائف استغلال الجنسي بعض المرات بزاف الحوايج اللي كاينه واحد لافير تاع هي ديال استغلال الجنسي ديال واحد المدير ديال المدرسه اللي اوروزمون صوراتو واحد التلميذه الا ولا انت جوج دارت المهم داك سي نوتر سوجي لا ولكن كنهضر انا لو بوست وعلى استغلال الجنسي في الخدمه ولا في زعما سي لا ابخي شوف عاوتاني انا بور مو البنت في الكوبي استغلال الجنسي ال دو كيتي سون طرا وي هادي ما فيهاش العيله ولا حتى سي لا لا ولكن ال كيت سون طرافاي وتتابعوا ما تخليهش جو سوي ديزولي دير لا بلانت وتخرج ما قلتلكش ما تتابعوش فوالا باش تتابع خاصك تكون عندك لي مويان وسي وخاصك تكون عندك لي مويان خاصك محامي محامي خاصك تخلصي هذيك راه خدمتو كتخلص عليها خاصك عاون قضائي خاص 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 تو تان دوسي خاصك يكون عندك لي مويان دوك ما كيكونوش لي مويان ما عندكش لي مويان ما عندك واش تدخل الا ما عندكش باغي باش تاخذ 5 مليار من البنك واش تدخل ساج لا لا فريمون هذا الموضوع والله وي مي سي ان جوست مي سي كوم سا اش غادي ديري حنا جو نو بونس باش عندنا لافوكادو فيس نو اون فاس لي كومونتير ديال الناس اللي ما كتعرفهمش ديال واتي كنعجبها الحال وفين كان معما خارجه مع تسعود ونص الليل والعيالات كما تقلتوا في الدار خرجكم تخدموا وتصرفتوا وغتولي انت فاصه دي كومونتير ديال الناس هاك انا
خمسة ما ندير حتى حاجة نخليها. لا 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 كتبها على شي واحد خيبني 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 غير إلا مشيتي شي بلاصة وحسيتي أنه غتكون شي حاجة. كيفاش حسيت غتكون كتكون شي حاجة؟ لا هذيك الحاجة ما كتجيش كتبدا. فوالا ميرسي كتكون المقدمة ياك غادي في هذا الدخل ديك الساعة نهرب نخلي وحده اخرى تطيح في الفخ. شوف ديك الساعه انا غادي وحده اخرى الحمد لله مابقاش ما كاينش غير القاصره غادي وحده اخرى حتى هي ماجوري فاكسيني حتى هي غتمشي فحالها ملي غيهرب منه كلشي جو بونس كو لا بيرسون مي باش تقول لي حكا نطيح الفخ وخاصني نجبد لا بروف ونجبد لا بروف غادي تكون ماشي سوفيزونت واش فهمتي؟ دونك نو il faut pas se battre. لا ماشي لا انا بغيت غير نفهم سي دي كيسيون ان لير دونك صافي نخلي لاخسيلور ان ما اخسولي انا واخا غير بالهضره وما عجبنيش الحال ما جي بار واخا ماشي مشكل نعطيك اكزومبل جو بار نعطيك اكزومبل جو لو ليس نعطيك اكزومبل ديزا الزرقاء تبسل لك واحد اها شوف لو ليسي شوف جو فو ليسي ولكن اتونسيون لا جو لو ليسي حيت في الزنقه الزنقه ماشي خدمتي اولا الزنقه ديزا ما يقيسنيش كي كاين نقان كتسمن نقان ياك كي نق صافي بارتي نقان نقان وتوخا انت واخا بداك بالنقان ايوا هذاك اللي غيدير لك لاكسيلمون في الخدمه لا لا كيقيس بارفو كي لا لا ما كيبداش من الاول هذاك شاف الافلام ديالك كتدخل كطير عليك كتدخل شرف الافلام لا ولكن راه غادي يخلي لا لا كيبدا في الاول وتبارك الله وشرفتينا منوره راك منوره في شي فيلم مغربي لا تبارك الله عليك والله العظيم انت انا شفت ما شفت المكتب ديالي في الازرق كان مدروس فكرتيني بواحد لا واش نمشيو انا ميت في عشاء عامي لا كيمشيونا ديال المغرب ما كنصداوش راسهم جوج شمعات حمرين ما عرفتش علاش بالضبط شمعات حمرين والفيغوراسيون كلهم قالت لك مطعم في الخوامي مطعم سم المطعم في الخوامي فيهم اللوان عمر المدير كيتبسم والفيغوراسيون عصير خضر وتحتهم ما حاطين لي بلا فيغوراسيون عاطي لي بلا غير الموتشيني لا لا والله في المكتب كتبان لي دايزه في المكتب كيعطيها كادو جينيرال كيجيبوا لها كادو في الاول المدير ما كيبغيش ولكن فاش غتحسي بالخسر ما مقرب ما 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 غاديش تخوك ما غاديش تعصبي ما غاديش تشوفا با رياجير انا في لو ديبي تو ديبي في كتكوني في المرحله تاع راكي منوره انا كيبدا ديك راكي منوره عرفتيها تما كتعيط تما كتعيط تما كتعيط يقول لك يهضر معك بروفيسيونيلمون راكي لا بعد اصلا ما عمري غنخدم عند شي حد غيقول لي راكي لا غادي منوره بروفيسيونيل لا جو جو في خدام معك دابا عام هادي عمرو قال لك راكي منوره كيقول لي هذا كيقول لي ايوا ايوا كيتحكي عيني لا كي دير لي كومبليمون طول الموند لا غادي لك الفخ لا لا كي دير لي كومبليمون لا شوف لا كومبليمون دوفون طول الموند انا خصني الاداره دوفون المدير ماشي هو كومبليمون بيكون متخيلين في الازرق خاصك انا ما عرفتش انا بتاتك عندي ليسبري كومباتيف شويه غادي نحس بالخسيرمون غندير باول حاجه غادي علاش ما خطيتي فيتي كيفاش نطيح فيها؟ ما غنخرجش من الخدمه انا لا اخسولي انه واحد غندمو على ديك الاخسولي انا هكا لاخسيلما غندمو انا هكا انا مصطيه جري عليا ما تجريش عليا غندمك غنشوك باش تعرف براسك انك راه تويز اون بيرسون لاش انك تحقر على لي جون لي بوتيت لي فام وهذا هو اخسولي شي واحد الموظف اللي معاه غيقول لي هذه مصطيه انا مصطيه ونلقى لا بروف وغادي شوف غادي ندير بشويه بشويه غنلقى لا بروف غنجبد لا بروف انا هكا انا مصطيه غنلقى بلا خدمه انا لا وي غادي تخدم باش تدير 5 مليار حيت غنخرج من الخدمه باش تقابل عليك بروف بشويه لا تقابل عليك بروف غتسالي ونكذب عليك انا غنلقى 5 مليار بقى نقلب على بحال هادو نبدا نشوف ها المشروع اللي تاكسي بخيفي سينا راه كاين واحد المشروع قبيله اللي باما تا هو هوايا لا بلاش عرفتو لا ما نقولوا لا تنفع نقولوا لك شي سام خلي غوسيب يكمل لا سيزون الله يرحم لك الوالدين اش غادي ديروا نتوما باش غير باش نخرجوا فاصل ونواصل نقول لك لبناني فراسكم ان واحد اللبناني غيحل كلينيك ديالو في مراكش ديال الجميل داك اللبناني اللي خرج على لا سميتها ديال صمايا ريهام سعيد ريهام سعيد نادر صعب نادر صعب غادي يحل كلينيك ديال في مراكش ديال الجميل
الحمد لله عندنا اللي كيديروا الجميل زعما مونتاجيش عندنا داك توب شنو هو لي توب ديال لي باسيون عندنا توب نيفو في كل شيء عندنا توب نيفو في الناس اللي عندهم الفلوس دابا يا سارة ملي غاتاخد 5 مليار كريدي غنمشي عند هذا سارة غادي لها منجارة كبيرة غادي تعم رجيلات وغادي نشرب الشاورما غادي نمحش الشاورما دابا راه كتقلب على الميسر قالت لنا الطوب راه مغونسيني عارفه شكون هذا ولكن ملي قلت لكم على خاطر شوكي كان لا كوليك ديالنا ريهام سعيد تبغيو لي كومبليمون داك الكونسور ديال ريهام سعيد زميله ديالنا زميله ديالنا ريهام سعيد قالت لك عندكم شو عند الطبيب شو واش دار ليا راجل رلا عيناته لهنا دابا ريهام سعيد ما كتبغيش تقطع الشانطي ما كتلفت لها كلها لا تقطعنيش انا اش صا حيت العين هنا ما بقاش نقدر نشوف القضيه ديالها ما عاد فين وصلات باقا مازال اونكور دايوغ هي يكي ولا الناس اللي كيديروا لا بوب اللي درسها بارابور لا كلينيك اللي غادي تحل في مراكش باش ما يمكنش هي اللي قالتها هي اللي قالتها خرجت قالتهم المغاربه بغيت انونسيكم راه الطبيب اللي خرج لي على وجهي راه غادي يحل عندكم في المغرب ردوا البال بيان سور ديالنا حنايا ملي غيسمعوا لبناني شكون مرات انا بالله هلال انا بالله هلال هي اللي كانت كتقدم كتقدم برنامج لا ماشي ستار اكاديمي ستار اكاديمي سيتي هيلدا خليفه كتقدم هذاك اللي فيه العرب ماشي ذا فويس عرب ايدول ذا فويس ما عرفتش ما غلطوش اون بليس لا ميم برودكسيون غتكون في لا ميم برودكسيون هما بعضياتهم داكشي دونك بيان سور دابا حنا المغربيات كلهم غيتخيلوا راسهم بغاو يوليو اسميتها انا بالله انا بالهلال لا اون بليس العشني طبيب الجميل اللبناني سافا جوغ كو ما فهمتيني صافي حنا مغني لبناني ما كاين حتى مشكل طبيب الجميل اللبناني مغني لبناني يبقى لنا 10 ولا 3 السوايع ماشي مشكل نغنيو معاه طبيب نجرنا ثلاثة سوايع جبد لنا العينين نجرنا جبدنا الجامد انها جبد لنا العين ما كاين حتى مشكل غنبقاو حنا بحال هكا الوغ كو نورمالمون ونا عندنا مغنيين مغاربه واعرين وعندنا مديمين تا واعرين الجمهور عارف كذا ما كاين حتى شي مشكل بارلون دو طب جميل وخمسة المليار وهذا الشيء كامل واحد العالم التجاري ديال السكن مرحبا بغيتي تشري اش خاص فلوس خسرت شكاره تيقولي قولي امك وانا نغامر هاد لا مارك ديال السكن هادي كدير 30 مليون الفوق سيريون اليوم ملياردير عرفتهم اللوغو ديالهم اللوغو ديالهم شويه ليموني اه وي سميوهم على مالهم انت سميتي سميتي اللي واحد لويز ولا مع النهار برعايه الليموني اليوم كلشي ليموني ارميس الوغ واحد الفتيات من الكويت هما هنديات باردون شراو سكن ارميس ومشاو يتفرجوا في شي ديفيلي وحطوا لي ساك ارميس تاعهم في الارض هيا صورتهم كنشوفوها شنو غادي دير ارميس غات بلاك ليستيهم باش يتمنى ما عمرهم ما يشريو لي ساك ارميس تسنين هز ساك يطيح لي والله يطيح ساك صافي جوكم ديجا انت غتشري 30 مليون وما عندكش الحق انت 30 مليون عندك ولا 40 مليون باغ فان 80 مليون ياك في لي بري 200 300 340 وصافي 340 مليون صافي يس بابا تدرك فيلا ورا داك الكريدي اللي غتهزي تيلا شي بكره يلا انا بغيت نسقو صندالة هادو بلا دمار بيان سور والصمطه صافي انت قادي تيهم حيت حاطين السكن ديالهم غاليين في الارض نو حيت حطوا لا مارك في الارض دابا هو ساكي شتي صافي شريت وخسرت عليه 300 لا. مليون ما عندكش الحق كيفاش ما عنديش الحق عندك الحق تشري جوج سكن في العام نورمال وبشري ولي فوندور ديالهم كيتنفخوا لان هيفاء وهبي كانت في باريس ودخلت عند لي فوندور وتفخت عليها شي فوندور خرجت دارت ستوري صافي كانوا كيرعدوا صيفطوا لها كادوات وداكشي كيحضروا باسكو عارفين عندها الانفلونس على هذوك الناس على هذوك الناس بما ان اغلبيه الناس لا غروند ماجوريتي بيان سور جيماجي اللي غيكونوا كيضاروا على هاد الماركو كيتقاتلوا على سال العرب تي فوا يعني لي زوروبيان ولا لي امريكان غيكونوا عندهم ولكن غيبغيو بزاف حيت حنا عيننا كبيره حيت حنا كتقدوا بالجمله فهمتي حنا عندنا كلشي دابا عمر كتقدوا بالجمله فهمتي ساك باغا 20 باغا صباط خاص منها 30 صدار خاص منها هذا ما كاينش عنده 20 ما يمكنش تي نو بو با تي نو با لو دووا داشتي بلوس كو دو دونك واخا باموال كتشري جوج وانت عارفه صرا دابا انت باش نقول لك حدا باش غتبيع عندك 3 مليار نركب غير في الساك هذا ما يبانش ما بينوش عافاك في الكاميرا حيت هذا ماركة عزيزة عليا بزاف انا نشرح لك سارة هذيك دابا حيت دابا عندك 5 مليار هي اكره بزاف د الحوايج خاصك تعرفيهم ماشي شريتك من عند ارميس ماشي غير اجي وشريتك من عند ارميس ولكن غديك معايا لا اونكو بيغ عايش في ما يبيعوا لك زيدي ملي شريتك من عند ارميس تو نابا الدغوا تدخل تشري ذاك ديك الساعة واخا عندك فلوس في جيبك
ولا عندك الحق تكوموندي داكا كتشوف باس باغ اون بروسيدور وي باش تدخل لا ليست ديالتهم ياك باش تدخل ديك لا ليست خاصك ديري دي بيتي زاشا في الاول ها صمطه من هنا ها صندله من هنا باغين اكسبونس شي حد من هنا وي كانت واحد الانفلونسوز مغربيه كتهزهم مدرحين جميع الالوان جميل الوان وجميع الاشكال كتهز دوك لي ديال 300 مليون وخرج منهم السلك طويل ولا كتخرج منهم السبيب داير ها شوز كي امبوسيبل عندها في الالوان يعني شوفي شي الالوان ما عندهمش هما اصلا ملياردير ما عندهمش هو يعدا في الالوان ما مشى وحده كتا شحال من وحده وحده فيهم كانت في دبي وقالت لي كيدوي ارمس مت ارمس واحد سيب يقول لها صافي ارمس قالت لي اقلي مشيت قالت لي من دبي قال لها افون وي كليون عند ارمس طف 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 عيط ديريكتور ديال ارمس قال لي فلانه طن 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 قال لي بلاتي نشوف قال لي لا ما عندناش قال لي علاش هاد الكذوب فوجهها واش هو سوق انا عرفت باش بصح لا عطيت اكزامبل حيت الناس كيكذبوا هذا سي ان اوتر ديبا لا اكزامبل ان كومبليكس لا دخلي دابا ماشي انت يوسف انت اتوك يوسف كشخص انت كشخص جالس معايا كذبتي واحد الكذبه عرفتك كذبه عرفتك كذبتيها صافي ولكن هذه علاش تبقى نتخانق معاك والمرض التليفون لا يمكن انا نكون كذبت هذا ما كيعرف ما كيعرفش راه دايز لا كيعرفها هذه يمكن انا كذبت لك عمره هذه السيده ملي كتجلس مع الناس كل نهار كذبه في شكل ما تعاودش تجلس معاها علاش نجلس معاها لا ولا ولا ما ك... لا خاصو هو من حقه انه يقول فلانه برك يمكن بغى يداويها بسكري مالاد لا لا هو اللي مالاد لا 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 با مالاد ما يداويهاش غيرو بينا باش يجوج وكيعرف اسي سونامي يعني كتقول شي حوايج مفروشين دابا انا شنو يعني كنخونغ ولا كان صون لامي واخا اوكي تري بيان ماشي مشكل ولكن هي حتى هي عطات وحلات ليه الباب ومريضه هي الي ميتو هي ملي كتحل عينها وهي كتكذب وكذوبها يقدر يدير المشاكل تقدر مثلا انت مثلا هي ما كايناش معاك عيط لها انا تقول لي شوف عافاك بلي سلام مع ساره وانا صراحه حدايا وهي كتقول لي انا كنوم مع انا كاين عند ساره مثلا فهمتي الي مالاد الموكم ريسبير هاد السيده ملي كتفيق ديال الكذوب وسطوريات الكذوب بغيتي 5 مليار تقول لي شكون تعطيها 5 مليار 5000 ريال 5000 ريال انا غادي نفك بلاد 5 مليار في التابعه 5000 ريال في التابعه هاك 5 مليار تفرغ فلوس من دابا شوفي الفلوس كيمشيو وكيجيو لا ولكن سيريوزمون انا كنكره هذيك ديال كذب لك شي واحد شي كذبه وتبقى تقلب تقلب باش تمرق وتقالو يلاه انت مرقتيهم من بعد حيت كاينين واحد الناس ديال وقال نو كاين واحد النوع ديال الناس ما كيحشموش وخاص ضروري شي حد يوما ما يقول لهم ستوب بركه من الكذوب لان هاد الناس كيستحمروا الناس سورتو ملي كتكون تشوف هاد الانسان كتعرفو وكتشوف الحياه اللي كيصورك في لي ريزو سوسيو انت كتعرفو مزيان وكيكذب عليك وكيخرج فيك عينيه لان هاد الانفلونس ديالو كتخرج على بزاف الناس جا كومبري كتخرج لها بزاف الناس لان كاين واحد جينيراسيون كتبع هاد الناس كتجيهم ان الحياه بسيطه وسهله يجي في افوار التليفون وتخرج بدا دير لي بلوغ وتصور في ايفنت بلاصه فرق تضرب الاموال دونك الفو بيان كو كيلكان يقول هاد الناس وافقوا وبركه حتى شي كثير بزاف بين جو سي با انا دوينا على في الحلقه اللي فاتت بين اللي كيهزوا المونيكات ديال الميكا ويديروا تربيه وبينو بينو بينو راه بزاف واو راه هذا ماشي ديال كذبت عليك انا كنتسنى كنت باقي لك ربع ساعه وتقول لي انا قسم وانا عندك اوكي سا جو بو كومبروند ولكن كتكذبي عليا شي كذبه مصيريه شي كذبه اللي ما عندها حتى علاقه يعني اوكي انا عندي صاك ارميس اش غيزيدك الصاك لا عندك راه فلوسك باش شريتي الا ما عندك الصاك راه ما عندكش دونك حتى الناس يحيدوا من هذا المرض لان عندنا بزاف الناس في المغرب كاينين بزاف الناس انا شفت لي كومونتير يقول لك لا في المغرب ما كاين سكن ارمس فري نو كاينين سكن ارمس فري ولكن كاين عند الناس ديسك خلي ما كيبانش وما كيصوروش حيت كبروا في ارمس حيت تما كتهز ارمس جدا كتهز ارمس عندو سكا ارمس الوسطه كيهزو ارمس دونك هذا عادي مش داك كيهزو ساكو كيحطو فوق الطبله كبير وخانز بريحه الكوله هادوك سي با دي فري شوف واش كنشوف هادي دونك خاصك يوم اللي يقول الناس بركه 30 مليون ا يوسف هي هي الى بريفيري تشري باساك ولا تشري طوموبيل راه ما عندهاش لا 30 لا 3000 درهم هذا هو المشكل ماشي الى بريفيري راه الى نيسا نيسا بحال هكا عايشه في كدوب حدا طوموبيل فوالا عايشه في الفيرتوال بغات افيشا بور جو سي ميم دونك انا هادشي ديال ارمس علاش يحطوا الساك في الارض وداكشي جاتني شويه في شي شكل او ميم طون كنقول مزيان بيان في
الناس لان الناس هما كيطيروا برك انا ما نديرش الشيء بعيد باش تشري ساك. اسمح اسمح لي دابا انا شاري ايرمس ديال بصح حطها في الارض بلا فليستوني اش غيديروا معايا لقاوني اصلا هزاه واحد مدرح اعدام ما فراسهمش الاعدام عندي في الوان لو لا ما كيقدروش يسافروا بهم لا جو بونس كي ميم كيسافري به ويلي المدرح ما سافريش به اش غيديروا لي شتو خطيه وكتخلصي زباله فلوس كتخلصي شي لا زباله فلوس لكن بزاف د البلدان ما كيعرفوا المدرح ما يدخلش ولكن دابا انت مثلا جو بو كومبروندر دابا انت فشي بلاصه فشي ايفينمون بالك ان ساك ارمس محطوط في الارض بتاتر تو ديسليك سيتي ان فري ربي عطاك القدره انك زرقاء ليا ماما ديال لامون ما كنفرقش كاع انا ولكن غتخيلي واش شي بايت شوكي غتبان لك شي حاجه في شكل انا غتجيني ما تجلسي في حد لي ديفيلي اصلا كي ما كاينش البلاصه فين تحط فوالا دونك انت حطيتي في الساك لا دوخي كون اون مارك بيتيت بلوس سوبيريور كو انا هما دايرين داك الشيء واش غادي واش سافا تاتيري انا بعدا غتجيني عادي غتجيني مي فريمون العادي وانا عيب بلاصه غادي ديرها غتقول حط ارمس في الارض زعما لا ما عنديش ارمس ما عنديش ارمس غنديرو في اونكي عندي لي هاو شي في اونكي بلاص دايرها حلبو هالي وفوق عامر بالتمر وتفرتي ديال الخبز وطوبه ديال السكر وبديده وكرداسه كل عندي غنديرو في اونكي ونخدم اصلا مسكين الساك الساك لا الله يخليك ما تحطوش في الارض نو نيفر ها لي السؤال اللي كتقلب عليه نو وهاد السيكان عندهم لي بروتيج ديالهم على الشتا وكل شيء مي هاد السيكان سي دو لانفيستيسمون الا الناس راه ماشي مسطين عكيجو كيشريهم كيفاش كتشري اليوم ب 40 مليون كتهضر على شخصي ولا 50 كتبيع ب 80 بارتما سي د لانفيستيسمون لي ساك دو مارك سي د لانفيستيسمون دونك انا لي ساك سي فوند مي كو لي مارك لا جو بارل دو ارمس ما غاتشريش اي ولا سي لي ساك ديال تيريزا وتعاودي تبيعي لا لا صحابي واحد صراحه كيعاود يبيعو لا 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 كاين كاين سكن هاند في السكن الاخرين لا سكن هاند في السكن الاخرين في لي ماركتين مشروع راه قلتي قلتيني الله عيني خرجوا بحال هكا ها المشروع نشري ساك 20 مليون ما جايبهاش الساك وين 5 المليار شرا كله لا 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 فريمون 20 مليون ما جايبهاش الساك جيبو لها جيبو لها جيبو لها جيبو لها لا 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 ما عندهم سكن ب 20 مليون ما عندهمش نو ما عندي ما ندير لك تيسا تكملي عليا علاش ناقش لها كريدي الله يحفظك الوالدين مع الاسف الوغ نمشيو نشوفوا هذا الاسبوع شنو عجبنا وشنو فقصنا فعجبني فقصني كود كار كود كار والكود كار اليوم هو أن رئيس الحكومة قرر أن يزيد الموظفين القطاع العام 1000 درهم بغمو موظفين القطاع العام كامل كل شيء 1000 درهم مزيان خيبنا انت ما غاديش دهاش شي حاجة انت ما غاديش ديهاش معليش غاديش دون الناس خليش ديناها معليش راه شده 5 المليار شو من 1000 درهم 5 المليار صايد باغ كونتخ هاد 1000 درهم هادي راه ماشي دقة واحدة كيفاش دقتين دقتين 500 درهم شهر 7 هذا العام و500 درهم اخرى حتى 2025 اها ان شاء الله قرعه وقت ما جا الخير كينفع وقت ما جا الخير كينفع الحمد لله انا كاينه زياده ونتمنى ان نكون شويه يتنقصوا الحوايج الاساسيين في أو لما يبقوا زيادات بزاف في المواد الاساسيه اللي كنستعملوها يعني داك 500 درهم فوالا تكون توت فاسون جو بونس كو جات في وقتها باسكو انت هو ولا كيعاني من الغلاء ديال المعيشه طبعا ناشو انت بعدا ما عندوش اكثر اصلا مفقوس ما غنشريش الحولي لا حيت غنشري عجل انت اصلا مفقوس لا انت وقع لك واحد المشكل مع ليكرون توتال انا مفقوس مع ليكرون توتال عاودي لنا القصه ديالك والو في الصويره شي كدات 1000 درهم شي كترزا في فلوس انا ما عندو زهر انا اختي في البحر يلا بغينا نعاود الدوزيام كوش ديال ليكرون توتال طالع فوق هاد الفاش كنشوف المنظر ديال البحر انا عاب بوحدي انا والله والفراخ بعدا اول حاجه بعدا باش عرف نهاري دايز كحل تخيل لي فرخ ما عرفتش موميات تكون فيها ميل ديال شي واش مرت الباز ولا شي حاجه بحال هكا حيت طارت ماشي طارت لا عرفتي اش دارت دابا يلاه جاي كتجي فوق راسك كلك ضرب تحب تحضر الحوجة تلفون رسالة واش مبيضة تما واش خايفة على وليداتها واش ما عرفتش كاين ناسيونال جيوغرافي فهمتي هو وفوق راسي شو اللي تلقى هنا ريح داك شي بافيو تعطيني بها حمامة ماشي حمامة نو باز باش غتهزها
بداك الشيء علاش كتهز لي طخوا ديال المخالب المخالب زعما حجره تعطيني صافوا ولا تقوب ليا الضمير ما عرفتش اش كاين دري عقا وتزيد تخلي تما كنفرفر تلقاوني زرق خاوي عبشه صافي هذيك تبع هذه مالها عطيتها اتسام شي بلاصه قلت واحد لافالات يلاه جلست داك الشيء بغيت ندير فاز ما فهمت زعما عميق ميديتاسيون عميق كيف بغيت نخدم هذه الميديتاسيون باش تقريبا نضرب لك واحد كوش ديال ليكخون بريطان لاندوي شويه غير ليكخون مساكي درتها كيبان لي ليكخون داه الماء قالت البوشونه مخليلك البوشونه خلى لي الكارانتي راه بحال كيدير عزيز سولني خليك سولني اش غندير انا 35 كيلو تاخذ صويره دونك الوجه غيتشوط نمشي تنصوير دونك صبرت كويتها في قلبي حتى اليوم الصباح مشيت خديت ليكخون بريطان دونك نزلتهم 500 درهم انا ترزيت 250 درهم 320 درهم لا 230 بالضبط عطاوني شونتيوات صغيورين وصافا صافا وشنو العلاقه مع هذيك النحس هي اللي دارت انا تخيلت بحال روح ابتسام في داك الطائره لا لا انا مشى لصويره اخبارك راه انا تخبر لا دابا جابري حجل عجاج داك الشيء علاش انا جات وقعت غير 230 درهم حيت انا اخباري اما كون راه نعاودش ليك كون الضامن مشى كون الحمامه كون الحمامه كون ندير كيبا كان هذا هو الكود ديال اليوم ليك خطو تاع ديالي يوسف اون بلوس حاجته كيتهلا فيها جو سي داك الشيء علاش كيعاود كيعاود انا راه شري دابا ايكرون نديرو نهار ونساه لا انت ما كتبعيش ماشي ما كتهلايش انت ما كتبعيش ما عندكش لو سميدي انا لا ماشي عندي ضروره دوك كتشربو بزز انا دوا ما كنحملوش سي فغي مي هادشي ليكرون لعيبات سي انا كنتلقى ماشي حتى تقولي على شي كومبليمون اليمونتيغ زوين للشعر الوجه عرفتي صافي واحد ان ولا ان ونمونه نتبع tu prends 3 comprimés par jour parce que c'est très bien. Là, tu كتجي كنطلع على الوجه كتلقاه مربع الوجه مربع ومربع الجني ودي دايرها تي عم تبع تي عم تبع كدير الوجه بارك والشعر فيه ثلاثه زغبات ديال طانطا عامين 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 وفين هو الجلد والوقت نعقل انا باش نشرب هذا الكومبريمي في عام ونص عامين انا كنشرب يومين كنروح البكيه كتوقف الهضره اكثر الناس مسالين انا راه مستفت انا عندي داك الكولاجين وداك الشيء وكتقول لك لا وكتشوف فيه وكاعد لو ريزولتا لو جي في بلو بيترول جو ريزولتا كتخرج من الكانو مي ريكارد لا ديفيرونس تقول اش كتقول نمشيو نشوفو بور او كونتر مع او ضد نوال الكويتيه المغنيه تولي الحمل تاعها في 57 سنة ما شاء الله ما شاء الله واش نتوما بوغ كونتر ان الانجاب يمكن نقول الانجاب المتاخر هي بعض المرات يكون الله باقي ما عطاش لواحد لا عندها هي ديجا بنيه كيدن في واحد لاج ديجا عندها وليدات مي كنهضر عليها باغ شوا اسكو فيت بوغ كونتر ان الراجل والمرا يولدوا في سن معطل بس كل شيء بحال قلت الناس بنتهم بيزار انها تكون حامله في سن متاخر وهي نوال الكويتية البسو بيرميتر سال انا نوال الكويتية ما شاء الله فنانة ومعروفة ما كاينش غير الفلوس في الولاده كويتيه ام لا انت جايك ما سبحان الله كويتيه وعندها ديجا بنيه هود هو ديجا بنيه انا ديك الحمامه كان اي بيز كانت تولد فكنظن انها لك فيزيكمون بقدر انها تولد وعرفتي ان الخليج راه ما غترضع ما غتهز ما غتراري ما سهر الليالي راه دير لها كوكو والفلبينيات غيطيروا بالبنت دونك علاش ما تولدش بيت بين الجيران مثلا مضرب على النفقه اشنو علاش كاينين الناس يلاه بون هي ربي عطيها كاينين الناس يلاه كونوا يلاه كونوا ريوسهم كاينين الناس 57 عام يلاه سالوا الكريدي ما شاء الله 57 عام غنعيش معاك شحال غنعيش مع هاد لونفون هذا نعيش معاه اللي قسم الله علاش كاينين دي مامون تكون بنتها عندها 20 عام سيدي شحال ولي عندها 77 عام عادي 77 راه سيغيان وملي غتكمل بنتي 30 عام ولي عندها 87 عام وعلاش غتبقى تكمل بنتها 30 عام صافي 20 عام الله يجعل البركه وتعيش 87 عام وبنتها عندها 30 عام فين كاين المشكل هادشي كتحسبوا هادشي لا طول كانوا الناس هنايا في العروبيات كانت المراه كتزوج وكتولد وبنتها كتولد والام كتولد كانوا صغار كانوا صغار لا ما صغار والو لا لا ما صغار والو كيفاش صغار ولدتي بنتك عندها 20 عام بنتك تزوجت عندها 20 عام اذا انت عندك 40 بنتك ولدت على 40 انت كتولد على 40 اولا كاين اللي كتولد على 50 40 ماشي 57 كانوا الناس قبل كيولدوا على 50 لا 40 شنو كانت الماكسيموم انا بالنسبه لي انا ماكسيموم 40 اش كاينين فنانات ولدوا على 45 ولدوا على 46 ولدوا على 50 علاش احترام ليهم بالنسبه لي انا 40 ما نفوتهاش لا فيريتي ولكن
كاين فوالا بالنسبه لك انت وكاين وحدين اخرين ابري شو سي تا ديسيزيون ولا فوالا كنقول لك بالنسبه لي انا دونك هي لا ديسيزيون ديالها وا جو بونس على ما بغيت اسكو زعما ما شفتش ان غادي تجيب واحد لونفون اللي غادي يعيش مع ام كبيره في السن وتقدر من بعد يعيش بوحدو بغات تعيش ديك يمكن توحش هذيك الامومه ديال بكري ديال انه بيبي وتكلف يمكن توحش هذاك الشيء تي با سافوار توحش الامومه غادي البوز اختي هي ما غاتولد انت مالك اويلي علاش اختي نهار ولات تجاوب الناس قالوا لك علاش ولدتي ما قلتش على 57 عام كاسكو تي اون سي بيتيتر كتعاودي تولدي على 58 عام سافوار ما عنكوش ما عرفتش نقول توحشت الامومه بغيت نولد هي توحشت الامومه واش هذيك توحشت الامومه توحشت تمشي للبحر راه انا فوق غادي تجيبي للدنيا راه عنده ريسبونسابيليتي وي مسؤوليه ما عندك صحتها كبرتي فلاج ودابا ما عندناش صحه الاولاد عاد تكون عندك 57 ولا كانت مره صحيحه وحديديه ما صحيحاش انا والكويتي اصلا شوفي وجهك تعوف وفي المصري في المصري هذا غوسيب شخصيا عندك سيده عندها الاموال وقاعده بشغلها او بلوس دو سا ما بغات تولد ما فاتش شي حاجه بغات تجيب واحد الانسان للحياه علاش لا لا سي لي كابابل انها تكون قدابي والله يطول فيها انا ماشي غير الفلوس انا بغيت ماشي غير الفلوس اي جو سي نعطي الفيليبينيات انا مشيت قبل الاولاد وشنو ودو تعطي تقابلي ومشيت عيشي معاهم دابا ولدك مثلا غتقول لي شوف ولدي انا عندي الفلوس بزاف يربيك فيليبينيات ولا بغيتي نكون ولدي انا فقيره وما كاينش اللي يربيك وتعيش معايا الفقر غير يقول لك عطيني للشينوا يربيوني يكون عندك الفلوس ما عندوش العقل انت فهمك باقي طفل لا لا انت ملي كبر ودابا قول بلي راه ماشي الفلوس هما كلشي دابا انت فاهمه انا الفلوس هما كلشي دابا انت مثلا فاهمه انا الفلوس ماشي هما انا فاهمه الفلوس ماشي كلشي مقتنعه جدا وانت عارفني وانت عارفني حمزه الضحكه كنشوف فيه جوست واحد عارفها انا ما عنديش الفلوس هما كلشي ايه ولكن حنايا حنا ما عندناش فلوس ماشي كلشي الناس حنا اخرين عندهم فلوس هما كلشي دونك مي خاصهم الاطفال يفهموا بلي الفلوس ماشي هما كلشي حيت هادي بارمي لي كريتير ديال التربيه اللي خصك تكون عند ايه جوستومون ويمكن هي باقا صحيحه قد تربي راه 57 عام راه شحال بقى لك عليها 7 سنين ما توصلها زعما راه ماشي 57 عام كتخيل راه كنما راس دايرك حل راه 57 راه دغيا باقي الحال ما باقي الحال ولا شوف باقي الحال ملي كتفوتي 20 باقي الحال لا 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 ماشي 20 لا بلاتي ملي كتفوتي 20 ما كيبقاش داك لو ريتم ديال بكري حيت بين 13 و 20 كتجي مجبده مي من 20 ل 40 كطير ثقي بيا انا اللي عايشها من 40 صافي وكتسافر هذا كتسكت انا باش نخلي يكمل العام صافي من 65 70 عافاك زين كطير لا واحد الله الوقت كيطير بيان سور كي دونك دونك جو بونس كي هي بنتها كبرات وبغات بيبي ونسها شدا بنتها بزاف الفنانين كيديروها كيولدوا باش يونسوا راه تبغي دابا كدوز كندوز كندوز من 20 ل كذا 30 اي ل 39 ونص من 20 لكذا 30 كدا رابيدمون غير 30 لكذا 30 لا دغيا دغيا لا كدوز دغيا كدوز دغيا دونك ترى بور كونتر انا جو سوي كونتر باغي بيرسونيلمون مي جو سوي بور سي الي هوروز الا كانت شوف الا كانت فرحانه الي هوروز و سيانتيفيكمون تنطرح هذا السؤال كومون لا في بون سي كومون وي مي فواحد ان سيغتان اج جو بونس كو المراه كتقدر تجرب بتات كو هي عندها لوغلوج بيولوجيك ديالها كي مارش انكور بتات كو دازت دوطخ تا لوغلوج بيولوجيك كيمشي على حسب الفلوس اللي عندك لا وهي ما غيبقى لوغلوج باقي الكونتر خدام دونك هي اللي كانت فرحانه سي لي اوغوز مع راسها انا ديما كنامن بهاد القضيه الانسان اوغو اوغو واه كدير بيرسون او بيرسون ني ريان ما خاطر يجي يجوجيك ويقول لك لا انا التيشيرت انت التيشيرت مثلا ما عجبش يوسف قال لك لا ما عجبنيش انت كتقولي انا عجبني دونك تو لو باي اي فيس فيرسا سي لا ميم شوز ما كنكومباريش التيشيرت مع ان بيبي ولكن لا ميتافور هي كاينه هنايا الي اوغوز فرحانه فوالا نكمل عليها بالخير تعطينا شي 5 مليون تقطع الفلوس انا كنت دوموندات على 20 مليون وليت كتقول 5 مليار وليت طامع في 5 مليار انا كنت باغي 20 مليون قنفودي عطينا مليون على ربي عطينا مليون على ربي تفرجتينا في الفيلم جزيرة الشكر بكرة بن نبيل الحلو ديك الراجل كان كيهزو في الكفة كيهزو في الكفة الإبداع بس شوف سبحان الله سي شوز كي تو مارك بيان سور زعما سا مارك
حيت سي 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 وكان داكشي قليل وما كانش عندنا انترنيت وكنا كنتفرجوا الحاجه بالشهوه واش فهمتي كنا كنعطيو وقت واخا هي تخربيقه فهمتي لا ما تخربيقه واش درت الشكل بكري لا ما تخربيقش انا نو سي وانا ما نقولوش اوتر شوز واش فكر الجينيراسيون هادي الا شافت الا شافت غادي تجي متخربيقه ما يفهموهاش كيف لا سي 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 فيلم دوتور نبيل الحلو سي اوتر شوز يعني كاين المخرجين وكاين نبيل سي اوتر شوز سي نوت سينما Je l'aime beaucoup. Donc, je l'aime beaucoup. L'Aziz a dit Nabil. J'adore ce film, tout le monde. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Nabil Flap, parce que le film est le plus grand. Il est le plus grand. Au final, il n'aime pas quelqu'un. C'est nous, l'ours. C'est nous, l'ours. J'aime tout le monde. Il a fait un peu de temps. وبالنسبه لي زعما الابتسام كلكم كتسولينا هاي الحمد لله اون بون سونتي الحمد لله وي سي فري فرحنا وبقى فينا الحال او ميم طون ما تشري طال الله جلبك شكرا بزاف كاع الناس اللي صيفطوا لي لي ميساج كيسولوا عليا بزاف سولوا بزاف جاوني بزاف ديال لي ميساج سو انستغرام سو فيسبوك شكرا بزاف الحمد لله دائما كيكون بعد ربي يصوت ويعفو هذاك الشيء اللي كاين راه دابا داك النميمه ساعه ساعه كتكون في شي بلاصه الله يحفظ الله يحفظ شكرا لكم نتلاقاو الاسبوع القادم دائما برنامج غوسيب على شده